اللقاء ديالهم هو مناسبة بالتعريف بالآلية الوطنية لمحكمة التعذيب، المهام ديالها، العمل ديالها والحصيلة ديالها. صحيح أن هذه المناسبة هي مناسبة مواتية للتعريف أولا بما تقوم به الآلية في مجال الوقاية من التعذيب في أماكن الحرمة من الحرية، لأن هذا هو التخصص ديال الآلية. اللي كنذكروا الأماكن الحرمة من الحرية هي أماكن ديال الحراسة النظرية، أماكن ديال المؤسسات السجنية، المستشفيات ديال الأمراض العقلية، أماكن الإيواء ديال المسنين، وأماكن الإيواء ديال حماية ديال الطفولة. إذن بعد 4 سنوات حيث الآلية تأسست في 21 شتنبر 2019، بعد 4 سنوات كنجيو تنقدموا الحصيلة اللي هي حصيلة مشرفة. لحد الآن قمنا بما يناهز أكثر من 100 زيارة اللي شملت جميع أنواع أماكن الحمام الحرية، وكاين إنجازات على مستوى تحسين الظروف ديال الوضع تاع الحراسة النظرية، تحسين الظروف ديال الإيواء ديال المسنين، ديال حماية ديال الطفولة، وكذلك فيما يخص المؤسسات السجنية. وكنسجلوا بكل امتياح التجاوب الكبير ديال الجهات المسؤوله عن اماكن الحمام الحريه فيما يخص توصيات الاليه. الا بغيت نعطي رقم حاليا، المعدل ديال انجاز التوصيات ديال الاليه وصل الى 85%.